السلام عليكم، مساء الخير. طبعا المتابعين الجدد لا يشرهون علي، ترى احنا يوم الجمعة هذا يعني ليلة السبت مخصصين للسوارف والقصص. سنة من السنين كنت أدرس في منطقة يعني تعتبر زي القرية كذا أو بلدة، يعني كل أهلها يعرفون بعضهم تقريبا. وكنت ساكن في هذه المنطقة مع عيالي ومستاجر، وأحيانا أخلص بدري، دوامي ينتهي بدري قبل الظهر وأروح البيت. وأنا كان بيتي جنب المسجد بالضبط، يعني ما بيني وبين المسجد اللي يمكن شارع تقريبا 7 متر، هو حي شعبي قريب من المسجد مرة. ومتعود يعني الأيام اللي أخرج فيها بدري أقعد في البيت أتقهوى شوي كذا لين يأذن وأروح أصلي الظهر. وذاك اليوم جيت البيت وتقهويت وأبطل أذان، ما أذن، جلست بعدين طلعت في الساعة واللي الأذان قد أذن ومجى الناس حتى صلوا وخلصوا من الصلاة والمسجد ما أذن. قلت يمكن الكهرباء طافية في المسجد، دائما تنقطع الكهرباء في المنطقة وكذا. المهم لبست ثوبي وطلعت أصلي، قلت عساني أحصل جماعة أصلي معهم في المسجد. والمسجد عشان تكونوا معي في الصورة يعني من المساجد القديمة اللي له حوش، يعني تدخل تحصل حوش في بلاط من البلاط المزايكو الأبيض اللي فيه نقط سود القديم ذاك، وبعدين في باب ثاني يدخلك على المسجد جوا. أنا يوم دخلت وللمسجد مظلم، يعني في إضاءة لكن إضاءة طبيعية، إضاءة أنوار ما فيه، معناته الكهرب طافي. وبالفعل مثل ما توقعت، المسجد الكهرب طافي، ولقيت 2-3 يصلون، واحد إمام وراء عمود كذا واثنين يصلون خلفه. قلت خلني أصلي معهم. أنا أول ما دخلت المسجد وأسمع صدى صوت عشان ما في مكيفات وكذا، واحد يقرأ في آخر المسجد بصوت عالي، ما يقرأ إلا يصارخ صراخ يا أيها الذين آمنوا، يعني كذا بشيء. أنا جاء في نفسي إنه هذا مجنون، ما التفت له. دخلت مع اللي يصلون دول في الجماعة، صليت معهم، هم أصلا سابقيني يمكن في حركتين أو ثلاثة. أنا دخلت معهم في الصلاة ودوبي أخش معهم في الصلاة ولا أسمع الصوت يقرب يمشي ويقرأ غفور الرحيم، شيء يفجع. وانا اقول يا الله ستره، كان اقرب واحد عاد له، واصلي كذا وخايف وكذا محسس ولا اسمع الا ذاك الصوت. والله يا جماعه الخير ما تقول الا قنبله، صوت كسر الباب والباب من قزاز، وصوت القزاز يرتطم في البلاط اللي برا طلع صوت. بصراحه خفنا كلنا، خفنا. وفي 2 عمال، كان في واحد ماسك السلم وواحد فوق، ما ادري ايش يسوون، صاروا خشوا ورا السلم ويطالعون ورا. والامام حقي سلم والتفت علينا وصار يطالع ورا، والاثنين ذولي صار يطالعون ورا، وفجاه راحوا، مشوا واحد ورا الثاني والهنود مشوا، وانا اصلي وماني عارف ايش اسوي. المهم صليت والله على بال مصلي، وسلم والتفت ما في احد، المسجد خلا، واطلع الحوش وحصل قزاز ودم في البلاط ولا في الا انا. بصراحه والله كنت خايف، قلت الحين هذا مجنون ذا، الحين يقعد لي بحديده ولا بخشبه ولا مجنون، عاد يكون قاعد هنا ولا هنا، وامشي وانا متحسس واطلع المسجد بروح البيت. وطالع ولا شفت هذا واحد اسود طويل ضخم، عرفت انه هو المجنون، جالس متكي على الجدار، وانا علشان اروح بيتي لازم امر من قدامه. فقلت اللهم سلم، هذا مجنون يعني، لا يقدر ولا يحشم ولا يعرف شيخ استاذ، ما يعرف احد. وعشان تكونون معي في الصوره، هذا المسجد وهذا البيت حقي، هذا الشارع 7 متر، لازم اروح من هنا والحرامي هنا. الحرامي المجنون جالس هنا، يعني لازم اعدي من قدام. المهم مريت من قدام وقلت اللهم سلم بس، ومريت وعديت، وهو سبحان الله كانه صنم ثابت يطالع قدام ما كلمني. دخلت بيتي وسلمت، يعني كان المفروض اتغدى واحط راسي وارقد، لكن يعني جاتني الحميه الوطنيه كذا وفكرت، واحيانا الواحد ترى افكر مخه يجيب العيد. قلت دحين هذا وقت خروج الاطفال والبنات من المدارس الصغار، وهذا وجوده في الشارع بالشكل كذا خطر، كانه قنبله موقوته ممكن يؤذيهم. طيب وش تسوي؟ والله ادق على الشرطه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حبيت ابلغ عن شخص كذا كذا كذا، وانا صراحه خايف على الاولاد الحين، البنات المدارس يطلعون ويكون خطر عليهم. قالوا جزاك الله خير، وين الموقع كذا؟ قلت الموقع كذا كذا، عند بقاله كذا. المهم وخلاص انا قاعد اتغدى، ما عندي شغل، ما دريت الا جوالي يدق. الاستاذ سلطان قلت ايوه. قال انت بلغت عن شخص كذا كذا؟ قلت ايوه. قال يا اخي الدوريه عند الباب عند البقاله ويبغونك تجي. قلت ليه؟ ايش فيه؟ قال لا يبغون ياخذون منك بعض البيانات وكذا. الحين المشكله المجنون قاعد برا، وبيدري انا اللي بلغت عنه. نرجع للخريطه عشان تكونوا معي في الصوره، انا لازم امشي من هنا قدام المجنون، وهنا الدوريه واقفه هنا.
جيت وقفت معهم هنا وهرجهم وطالع فيه. طبعا انا اكلمهم وطالع فيه وهو سبحان الله هي حاله تشنج جامد جالس الله يشافيه، كانه جدار ما يتحرك. طبعا لا تسال عن التجمع عن البزران وطلاب حق المدرسه كلهم في الحي جامل اساس سلطان مع الدوريه وزحمه. قاعد يسالوني يعني اني يعني مسوي محققين وش سوى وش اللي صار وش اللي ما صار، وفي الاخير قالوا يا شيخ هذا مسكين ضعيف لا ما ياذي، هم خايفين منه ما ادري وش. واحد منهم قال لا انا اعرف اخوه ادق عليه واخليه يجي ياخذ وكذا، بس هم حابين يعني يوروني انهم يعني وصلوا وان بلاغك يعني في محل الاهتمام وكذا. جزاهم الله خير ما قصروا، لكن انا دحين كيف ارجع من عندهم وهو قد شافني انا اللي مبلغ وامر من قدامه؟ الله يستر. بس وبعدين بيني وبينكم اللي زاد الطين بله ان الشارع مليان كلهم طلاب، يعني لو صار الواحد اي موقف ما حد شافه ماشي الحال قدام الناس مشكله. مشيت من عند الدوريه رايح على البيت بشويش وتحسس، والله يا جماعه الخير هذاك يوم وهذا يوم، ويوم وصلت وزانه عقباله بالضبط، وانا تعرف اللي بتحسس عيوني جات هنا كذا، ولا بعد التفت فيه حتى لا يشوفني ولا بحط نفسي خايف وكذا متحسس على. ويوم وصلت وزانه قباله بالضبط وانا حيني كذا وهو يرتعص ويتحرك بسرعه كذا حركه ويدخل يدي ويطلع ماسوره ويسحب من الارض، هو دافع الحديده ما ادري ماسوره ما ادري خشبه، انا سحبها من الارض بسرعه وانا ماشي من قدامه، انا اهتزيت صراحه شوي كذا. بيني وبينكم والله هزيت كذا هزه خفيفه بس اني مركز معه، لا يجيني بيمتحني انا ما بسلم لنفسي، لكن ما ابغى اتعافر معه مع القايله هذه وهذه. وابشركم ما تحرك من محله، وهو الظاهر انا بعدين حللت الموقف كاني خايف مني، قلت يا شارد عني تراني عنك منحاش. ودخلت بيتي الحمد لله سالم مثل ما خرجت، لكن والله كان موقف يعني صراحه جدا مخيف. وبعد كذا اخذت درس لو ببلغ عن مشكله وعن كذا ابدا ما اتواجد في مسرح الجريمه، اقول لهم انا ماني موجود انا مسافر انا رحت اي محل في العالم. السلام عليكم.